والخبر الآخر، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يظهر فيه شاب يوضح معلومات ضرورية وهامة تتعلق بصيانة السيارات. نتابع. إذا ما استفدت من المقطع هذا سمني فوزية. بصناعية الخليج بالرياض أقل واحد قالها صلح سيارتك ب 700. كم صلحتها؟ ما دفعت شيء. مقطوع سر بصناعية، رحت أودي الكامري أبي أربط وجهيتها، واضح؟ طمرت علي وحدة قالت أبو خالد أنا متابعينك. نعم، قالت سقف سيارتي يعلق وقالوا يكلف 700. صلحت سقف السيارة بدون ما أدفع شيء، ما تخسرت. تعتبر طريقة صيانة وطريقة اهتمام عناية. تابع. هذا بخاخ تزييت أمريكي يسمونه شحم. البخاخ هذا أخذته يوم أبوي عرس على أمي، قديم عندي. طيب، فتحت له سقف السيارة كان يعلق ورجع بيدي لين فتحته كله. طيب، هذا المجرى حق الفتحة شايفينه، هذا المجرى هذا نظفته بهواء. بعد ما نظفته بهواء ايش سويت؟ استخدمت البخاخ هذا بالشكل التالي. بس انتهى الموضوع. بس الحركة هذه ب700؟ لا، يطلبون 1500 بعد، والوكالة تاخذ 3000. اصحاب الجيوب، مرت عليكم العفريتة هذه 5 طن؟ الاشتراك هذا معي من ايام الحد الجنوبي، يشغل لوري. تشوفون الماكينة هذه الصغيرة؟ هذا تنظف حتى نيتك. أخذتها يمكن 320، ممتازة. شفت اللي ما ينظف هالمطر 70 عام؟ هذا ينظفه، ماكس كلين. جرب. الأشياء اللي شفتوها هذه مستحيل تخلص سيارتي منها، مستحيل أمشي بدونها. للوقوف حول هذا المقطع وأبرز النصائح والمعلومات المهمة لتفادي الغش أو الاستغلال أثناء صيانة السيارات، ينضم لنا عبر الهاتف خالد الدغيم، فني سيارات. أهلا وسهلا فيك خالد. يا مرحبا، هلا والله. هلا فيك خالد. في البداية أبيك تتكلم لنا عن وعي الناس، هل تشوف اليوم أنه في وعي كافي بالنسبة لصيانة السيارات عند الناس؟ لا 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 يوجد وعي. تقريبا 90% من السواقين ما عندهم وعي في الصيانة الدورية، تقريبا 10% اللي عندهم وعي. صحيح. طب أنت تشوف أستاذ خالد أنه سبب عدم الوعي هو سبب الاستغلال اللي قاعد نشوفه؟ نعم 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 نعم، استغلال وتفاقم المشكلة. شلون يعني؟ يعني السيارة الدورية موجودة في كتيب السيارات، صح؟ إذا واحد مشى عليها على النقاط هذه أول بأول السيارة ما تتعطل عليك. نعم. طيب وش رأيك؟ احنا تفضل. نعم تفضل. فاحنا نجهل الأمور هذه فتتفاقم المشكلة فتتعطل السيارة. نعم. طيب أستاذ خالد، شو رأيك تذكر لنا بعض هذه الأمور اللي ممكن أنها تساعدنا في موضوع الحفاظ على السيارة لمدة أطول؟ هي دقة معينة، هي من بين الأنواع، تشحيم السيارة، تغيير الدواجي، تغيير السيور، أشياء معينة في السيارة، نقاط نمشي عليها أول بأول. تمام. طيب بعد قيادة المرأة للسيارة، هل تتوقع أن أكثر الناس اللي ما عندهم وعي في صيانة السيارات هم بالذات النساء؟ لا، الأغلب النساء، لكن عدم الوعي كثير في السواقين. مرة في السواقين تقصد العمالة؟ لا، أقصد السائقين الرجال والنساء كلهم. أوكي. طيب النصائح اللي تقدمها؟ أقدمها النصائح الكتيب السيارة اللي يجي مع السيارة، لازم الواحد يقرأ أول بأول ويشوف كل شيء فيه. يعني في نقاط معينة تشوفها، أنواع التزييت، أنواع الكفرات، أنواع البطاريات، كل شيء موجود في مشكلة في الكتيب هذا.